السلام عليكم خاوتي، مساء الخير عليكم. معكم ديما شرفش بالوحش خاوتي. الطفرات المتبقيه خاوتي بقات لنا هاد الفماله، ربي يبارك عليها ما شاء الله. شوفوا ضربت شاقور، ربي يبارك ما شاء الله. انا كنت عند اللي فيه مال صدر الفماله، شوفوا خاوتي ربي يبارك ما شاء الله، يخرج لك مال بصحتك. ناو خاوتي ربي يبارك عليه ما شاء الله، فيه 8 تاع لي زونغل ما شاء الله. فماله هذه هي في البارفا خاوتي، كوليا كتشوفوا فيها ربي يبارك قد الماء، حاجه ما شاء الله. نا ضربت شاقور كبيره خاوتي. دوك نزيد نعت لكم خاوتها نفس العش، دوك نزيد نعت لكم خاوتها عندها اختها نفس العش، وحده يتباعت بارفا خاوتي، حاجه ما شاء الله. للناس اللي حابه تخدم باك 2024 تكاجي ما شاء الله. درك نعت لكم اختها اخرى خاوتي، وبقات لنا هذه اختها نفس العش، ربي يبارك عليها ما شاء الله خاوتي. هذه خرجت ما فيهاش لي زونغل، فيها كولي ربي يبارك ما شاء الله، فيها ضربه شاقور خفيفه راكم تشوفوا فيها، جهه غورج وجهه فاسياتو، حاجه ما شاء الله ثاني ما شاء الله خاوتي. نورمالمون فيها اونغل، ها هوك نورمالمون فيها اونغل، وشو انا نبيع لك ما فيهاش لي زونغل، ها فيها اونغل نورمالمون، ها هو. وهادو شغل رصاص ها قدام في الكاميرا، شوف نورمال انا نبيع لك ما فيهاش لي زونغل، انت ربي سهل. المهم هاي خاوتي فيها كولي عريض، فيها جهه غورج وجهه فاسياتو ثاني في البارفا، حاجه ما شاء الله. دوك نزيد نعت لكم الفماله الاخرى اللي بقات خاوتي، وبقات لنا هاد الفماله ربي يبارك عليها، تقريب غورج فيها 8 تاع لي زونغل، ها هيك علاه باسكو فيها الشلطه هذيك اللي خارجه من تحت على هذيك، تقدر تقول تقريب غورج، فيها كولي عريض راكم تشوفوا فيه، حاجه ربي يبارك ما شاء الله. فيها 8 تاع لي زونغل، ربي يبارك عليها ما شاء الله. هذه ثاني والله تشوفها تقول مال، بصح هي فماله خاوتي، نبيع فماله خاوتي. هذه حجم في الكلاسيك، هذه زايده شويه عليهم في العطايا، زايده شويه ماشي حاجه راكم تشوفوا فيها. المهم هي زايده شويه خاوتي، باه نكونوا متفاهمين، ممدوده شويه هذه راكم تشوفوا ربي يبارك ما شاء الله. الناس اللي حابه تخدم وتبدا على باب ربي، هذه حط لها مال كلاسيك عادي تاعنا، تخدم بها الخير والبركه خاوتي، ها دم قوي حاجه ما شاء الله. هاي ربي يبارك ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.